سالية، التعامل مع الطفل أو الأطفال وخاصة بوقت الامتحانات والمذاكرات له تقنيات ومهارات حتى فعلا يأمنوا له جو مريح ويقدر فعلا ينجز الامتحانات بالشكل المطلوب. اليوم بدنا نتعرف على هالتقنيات والمهارات والأساليب للتعامل مع الأطفال بوقت المذاكرات قبل وبعد مع آلاء محمود المدرماني مدربة مهارات فكرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. يعني دائما بيقولوا في عندنا مذاكرات أو ابني طبعا. عنده مذاكرة أو بنتي عندها مذاكرة، خلينا نقول لهم شو يعني مذاكرة وما أهمية المذاكرة. هي مراجعة لشيء الطفل يمكن أخذه على مدار خلينا نقول 30 يوم طبعا. أو على مدار 20 يوم أو كل 15 يوم، فهون بدنا نحكي عن الأهمية. تمام. هلا الأهمية بتشمل الثلاثة اللي هن الأساس التعليمي اللي هو الطالب أو الطفل، الأهل والمعلم، لأساس العمليات التعليمية. المعلم أنا بكتشف من خلال الاختبارات أو الامتحانات مستوى، هي فينا نقول أداة قياس لمدى إدراك الطالب للمادة، مدى فهمه للمادة. بتمكن المعلم أنه بكتشف نقاط الضعف عند كل طالب وبشتغل عليها بعدلها، بكتشف نقاط القوة كمان عند كل طالب وبحاول أني أطورها. مثل ما تفضلتي هي مراجعة، يعني مثل ما تفضلت شهر شهر ونص لمعلومات بيكون حصل عليها الطفل. نعم. عبارة عن أسئلة لنكتشف مدى استيعابه لهي المادة. نعم. نعم، يعني دائما الأهل بيكونوا بوقت استنفار خلينا نقول. تمام. وقت المذاكرات لهلا، يعني حتى بوجود أي حدا بكل أم وقت استنفار مع أولادها شو ما كان عمره. خبرينا اليوم عن السلبيات والإيجابيات بالامتحانات أو المذاكرات. هل فيها تكتشف شيء بطفلة؟ هل ممكن تنمي شيء أو تعالج شيء معين؟ خبرينا. تمام. هلا نحن هذا الموضوع يعني بهذا الوقت نحن تزامنا مع اقتراب موعد الامتحان النصفي بنهايه الشهر، محضرين نفسيا من هلا. في مثل ما تفضلت في امهات خصوصي وقت بيكون الام هذا عندها اول طفل لها، بتبلش استنفار وحاله، هي الام هي اللي بتزرع هذا التوتر او هذا الخوف القلق عن طفلها. خلينا نحكي انه لا، نحن بدنا نشوف الايجابيه. انا ممكن ساعد طفلي، شجعه، التشجيع هو قوه سحريه ما بتخيب ابدا. شجعه، بعطي طفلي ثقه بنفسه، ما في شيء صعب، لا هي سهله، نحن بنعرف كل شيء. هي الوقت بشوف امه او حتى المعلم هو اللي بيعطي هذا الدافع للطفل او للطالب. يعني قد ما كان نحن عم نحكي مراحل عمريه مختلفه، كثير بياثر المعلم على الطالب، انعكاسه بيعكس هذا الشيء له. إذا بدنا نحكي عن السلبيات، ممكن قلة الثقة بالنفس، الإحباط، التوتر، الخوف، التوتر، حسب الشيء اللي عم يتلقاه الطفل من المحيط يلي حواليه. تمام. نعم، يمكن أهمية الدعم النفسي هون مهمة للطفل. طبعاً. يعني ما كل الأطفال، ما رح نقول بنفس السوية أكيد. لا، ولكن بنفس التركيز. نحن ما رح نحكي على الذكاء ولا رح نحكي على القدرات العقلية. طبعا. لأنه كل يمكن طفل وصل لمرحلة معينة، سواء بصف هو مخه ممتاز ونظيف ولكن بحاجة لتركيز. في طبعا. طفل شارد وفي طفل لا مركز بالفكرة. تمام. هون أهمية الدعم النفسي للطفل في حال مثلا ما أخذ علامة منيحة، رفيقه لي يعني بنشوف الأم عم تقول له إنه أنت فاشل. هون بالضبط بتفشله، يعني بتقول له أنت غبي. هيدا الكلمة يا ريت إنه تلتغى. يعني أول شيء عدم مقارنة الطفل مع أقرانه 100%. أبداً. هي أول أهم إن كان من الأهل أو إن كان من المعلم. كل الظروف نفسها، لا أخوك ولا رفيقك ولا ابن عمك أبداً. عدم مقارنة، كل طفل قدرات هو خاصة فيه، يعني ما فينا أبداً نقارن الطفل بغيره. المعلم يبتكر أساليب جديدة يحبب الطفل أو الطالب لهي المادة. خلينا نعطي هيك مثال بسيط. مرحلة رياض الأطفال عملنا تجربة، حصة اللغة الإنجليزية، الأطفال عمر 5 سنين البالون ماسكينه منفوخ، والآنسة عم تعطيهم كلمة بدهم مثل ترجمة، يعني مثلا كلمة بده الولد يعطيها إياها باللغة الإنجليزية، معه ثانية واحدة، جاوب نفذ البالون، ما جاوب الآنسة معها الدبوس عم بيروح البالون، خلص خسره. فأنت ما بتتخيلي هذا الجو يلي انخلق، الضحك، المرح، عم يضحكوا الأولاد مبسوطين، إضافة إلى تثبيت معلومة، يعني الآنسة خلص هذا الولد ما عاد ينساها بحياته هي المفردات.
المعلم لازم يكون متجدد، يراعي مختلف الأنواع اللي عنده الذكاءات مثل ما تفضلتي، يكون متجدد، مو نسخة واحدة بكل حصة بكل أبدا نفس الشيء نفس الآلية، لا لازم يكون دائما متجدد، عنده ابتكارات جديدة يقرب الأطفال لإله يحببهم بالمادة. هون بقى بتكون السهولة بكل شيء إن شاء الله. نعم. هلأ يمكن كمان في بعض الأطفال سالي عندهم صعوبات تعلم، كثير بيعذبوا أمهاتهم بالحفظ وبتلقي المعلومات حتى بالكتابة أحيانا. تمام. فخبرينا كمان بالنسبة لصعوبات التعلم، الأم كيف فيها تكتشف أنه طفلة ما عم يتقدم أو يتطور، وشو هي علاج هالمشكلة؟ هون نحن بالاختبارات، يعني هي واحدة من صعوبات التعلم اللي ممكن تكتشفها المعلمة والأم عند الطفل. يعني هي واحدة من أهمية الاختبارات، أنه أنا بقدر اكتشف مقدرة طفلي، عنده مقدرة أقل من غيره يعني من الأطفال. ممكن هون إذا هي فيها تكثف شوية التدريب أو الشغل على الطفل، ممكن إذا كتير الموضوع يعني شوية زيادة، ممكن ساعتها بدها تلجأ لأخصائيين خبرة بهذا المجال، يعني يخضع طفلها لوجودهم عشان يعني تساعده أكثر. نعم تمام. خلينا ايضا نحكي يعني هيك بعض النصائح للاهل. تمام. وايضا كيف فيهم يتعاونوا مع الكادر التدريسي اذا في تمام. مشكله معينه يحاولوا الاثنين يتجاوزوها، لانه اي عنصر واحد ما راح يقدمه لاخر. اكيد يعني هي عمليه مشتركه، هي عمليه مشتركه مثل ما بنعرف كنا بالمدرسه، اذا صار اي مشكله يطلبوا ولي الامر بشكل خاص، ما ضروري انه حتى اذا ابنهم عندهم مشكله معينه يعرفوا اذا بالبيت صاير معه مشكله. أكيد معينه. أكيد. سواء بالدراسه او غيرها. نصائح هيك من حضرتك للاهل وايضا للكادر يعني. هلا مثل ما تفضلتي هي عمليه متكامله، هو هذا الطالب او هذا الطفل هو العنصر المشترك بين المدرسه والاهل. فترة الاختبارات، خلينا هيك نرجع نحكي الامتحانات، أول شيء أنا بدي أزرع ثقة بنفس طفلي، ثقة، تشجيع، ابتعد شوي عن المشاكل الزوجية بين الأم والأب أثناء هالفترة، لأنه هي كتير بتأثر على نفسية طبعاً. الطفل. ثاني شيء اهتم شوي بغذاء طفلي دائما طبعا، بس بهي الفترة أخص، يعني بشوف الأكلات اللي بتحتوي على البروتينات، الكالسيوم، كتر له الخضروات، النوم، عدد ساعات نوم تكون كافية لطفلي. أكيد كل هاي الأمور بتساعده على التركيز، يعني ممكن الطفل يروح سؤال ما يعرف يجاوبه، يرجع على البيت الأم طب أنا درستك يا أنت وتجاوبه بيعرف فعلا، بس بهديك اللحظة بهداك الوقت في ظروف معينة الولد نسي، تشتت، راح تركيزه، ما في داعي أنت تقعدي مثلا تعملي معه مثل نوع تحقيق أو توبيخ أو تعنيف من هذا النوع اللي الأمهات الأحيان تستخدمه، لا خلص مشي الحال، نحن بنركز على المادة الثانية، المادة اللي بعدها. المعلم هو خلينا نقول هو الداعم الأكبر، داعم النفسي، هو هاي المهنة مهنة هيك سامية نبيلة، أنت قبل ما تكون موظف أنت أب ومربي معلم، فأعطي طفلك يعني هيك من القلب خلينا نقول، يكون ميسر للعملية التربوية، مبتكر دائما مثل ما حكينا، متجدد. نعم. كل فترة والتانية يكون في نوع مثل نحن بنسميه صبر. صحيح. هذا الصبر بيكون فيه الأسئلة قريبة للامتحان اللي رح تجي، بيكون الطالب فات بالجو. هلا ممكن إذا بدنا نحكي شوي أكبر عن طلاب الشهادات الشهادتين، المعلم مثلا بجو القاعة الامتحان، كلياتنا مرقنا بفترة الامتحان داخل القاع، في شيء اسمه رهاب الامتحان، رهاب وتوتر وانهيار عصبي، في كتير طلاب بقلب القاعة يعني خلص بينهاروا. صحيح. فهو الأستاذ بيكون موجود معهم، خليه يكون أب أخ لإلهم، تخيل يتذكر حاله هو وقت كان بهذا المكان. أكيد يعني هون يكون هيك كلياتنا عملية مشتركة لننمي هيك، نكون سوا يعني نشارك بجيل قوي، جيل نحن بحاجته، هلا نصنع جيل إن شاء الله هيك يكون يساعد ويبني هذا المجتمع ويطوره. نعم، يعني حكينا عن طلاب الشهادات، كمان كل سنة في شيء جديد عم يجي على المنهاج والأهل بيضلوا متوترين، يعني تحديد مستقبل بيعتبروه مثالي، فكمان شو بتنصحي كل الأهالي اللي عندهم هيك من خلال هيك احتكاك مع الطلاب، إنه الأهالي لازم في قصص خطوط حمراء ما يتجاوزوها حتى ما تأثر على نفسية الطالب طالب الشهادة. تمام. هلا أهم شيء الجو العام
بالبيت مثل ما حكينا، هي كثير نقطة مهمة. لأنه هلا نحن عايشين بظروف تحسي اقتصادية عم تنعكس على كل شيء بالحياة. أكيد ظروف كل شيء، بقى الواحد بيكون إنه بس بده شيء يتفشش فيه، بقى لا نحن بهي الفترة نأمن الهدوء التام، السكينة لهذا الطالب. في شيء بيقولوا لك إنه التوتر ممكن إنه يكون مكتسب، أنا بدي أتوتر يعني إنه طح. هي الأم إنه أنا لا حاولي أبدا. أكيد هو لابد، ما فينا ننكر إنه هذا الشيء مو بإيدنا مو بإرادتنا، بس حاول قدر الإمكان ما يعني نوصله للطفل لأنه هو مكتسب 100%. لو طالب ثانوية طالب تاسع هو مكتسب، يعني توترك بده يوصل لطفلك إجباري، فلا نحاول قدر الإمكان مراجعة دائمة بغض نظر عن العمر، من عمر رياض الأطفال للثانوية. أنا دوري كأم كل درس بدرسه، ما بلاقي وقت إجت فترة الامتحانات إنه تراكم، لا وقت بيكون كل درس بدرسه، خلص واجباته صحيح. وقت مخصص دفتر مخصص، هذا بس تدريب ياخده معي ورجي له معلمته، كتير مفيدة هي القصص 100%. يعني لا دائما نحن فينا نقول انه نعتبر الشهادات سواء تاسع او بكالوريا هي مرحله انتقاليه مثل اي صف ثاني، يعني يمكن موضوع التوتر اللي الام او الاب بيخلقوه نتيجه انه بدهم ابنهم ياخذ علامات أكيد. هو فيهم لو كاين جواتهم يخلوه جواتهم، ما ضروري تدق لجارته لخالته عنده شهاده، ما فيني اطلع انا من البيت بوجوده تماما مع يعني حتى زينب ببطلوا بيطلعوا من البيت بيعملوا طقوس للتوتر طقوس توتر بقول لك هو التوتر ممكن انه يكون مكتسب. هلا خليني هيك احكي لك نقطه، هلا هو قليل قليل من التوتر مفيد قليل، لانه في عنا هذا الجيل اجباري عن مرحله المراهقه، في منهم هيك شباب انه بنوصل لمرحله اللامبالاه، لا قليل من التوتر انه الام تعطي اهميه لهذا الموضوع، انه مثل تحفيز انه لا انت عندك، يعني ما بدنا كمان بالمره نعمل اهمال انه كانه ما في شيء، لا اكيد هي مرحله كثير مهمه تحديد مصير مثل ما اتفقنا ما حكينا، بس انه بقدر معقول يعني. نعم يعني سالي يمكن هلا كل الامهات عن جد بزيد توترهم زياده كان هذا الوقت كانه هن عم بيقدموا يعني نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات والنصائح كمان اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله يكون الاهالي كلهم استفادوا من هي المعلومات، وبنتمنى سنه دراسيه تمر بسلام وخير على كل الطلاب، يا رب يحققوا انجازات، لانه هذيك السنه كان في كثير نسبه من المتفوقين، ان شاء الله هالسنه ان شاء الله ان شاء الله كل سنه بيزيد عدد متفوقين ان شاء الله. شكرا لك آلاء محمود المضرباني مدربه مهارات فكريه، ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه، كل التوفيق ايضا لجميع الطلاب. انا بتشكر استضافتكم، اهلا وسهلا، بتشكر استضافتكم، يعطيكم الف عافيه يا رب، اهلا وسهلا فيكي.